عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. وكذلك كنتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. اليوم اكيد مع فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غيكون فيه شويه ديال النشاط وغيكون فيه كذلك تحدي. اليوم باذن الله بغيت ندير العماد واحد التجربه، يعني غنشوف القوه ديالو او الصبر ديالو امام الحلويات. كما كنعرفوا ان الدراري كيحمقوا على الحلويات وما كيكونش عندهم الصبر، يعني وخصوصا بانه صغير وما تيعرفش، يعني الا شاف الحلوه ولا هذه يقدر انه يمد يديه ازاي ياكلها. المهم انا هو قلت له راك غادي تلعب معايا واحد التحدي، ما بغيتش نفسر له، قلت له غتلعب معايا تحدي، غادي نعطيك الحلوه، المهم غنحط لك الحلوه وغادي نغمض لك عوينه وغادي تشوف، يعني غادي نعطيك الذوق وانت تقول لي الاسماء ديال الحلويات باش يقتنع. وليني انا لا، غادي نشري له الحلويات وغنحطهم له فوق الطبله وغادي نخرج انا وحسن من الدار ونقول له غنطلعوا السطح ولا غادي نمشيو غير نتسخروا دغيا ونرجعوا، وغادي نشوف مدى الصبر ديالو امام ديك الحلوه هذيك. المهم خليكم معايا باش تشوفوا هاد التحدي كي غادي يدوز. انا عرفتي شنو؟ عارفه عماد غادي ياكل، شنو بالك عسل؟ احنا نديرو تجربة ونشوفو ديك الساعة. المهم انا بان لي عماد غادي ياكل، انا عارفه كيحمق على الحلوه وكيحمق على شي حاجه سميتها داري كاملين صغار، كيحمق على الحلوه بزاف. المهم قلت له غادي ندير لعماد هذا التحدي، هذا ضروري غندير التحدي باش نشطو شويه كما كنقولوا نختبروا مدى الصبر ديال الطفل الصغير امام الحلويات. المهم خليكم معايا. دابا انا جيت لهنايا، جيت لاسواق السلام باش نتقدا له داك الشيء اللي الحاجه الملفته، الحاجه اللي تخلي انه تجلبو، هي هذيك. غنتقدا دابا من اسواق سلام، خليكم معايا ان شاء الله. Thank you.
دابا انا صوبت له داكشي وحليت له بالضبط داكشي اللي كيحمق عليه، حليته باش نشوفوا انه واش يقدر واش غيهز يدق ولا لا. كما كتشوفوا حليت له مارشميلو وحليت له هذا الشوكولاط وهو كيحمق على الشوكولاط خصوصا اوريو، وحليت له هادو باش نشوفوا على الاقل يكون راه ناخذ بحيدا ندوقها ولا هادي. المهم نحاول دابا نطب له الطبله باش عاد غادي نجيبو يشوف داكشي كما كتشوفوا. يلا خليكم معايا باش نشوف ردة الفعل ديالو كيفاش غادي تكون. يلا سير يلا تعالي. دير الله ايمان دابا غنمشي انا وباباك نتسخروا وغنرجعوا دابا صافي. عندك تاكل شي حاجه في هادو حطيهم. يلا حنا جايين. كليتي شي حاجه؟ لا كليتي وحده. انا غير وحده وصافي. شنو اللي كليتي؟ هادي وصافي هادي كليت هادي. وقلت لك خلي داكشي حتى للتحدي. عافاك. كيما شفتو خرجت انا وحسن قلت له غنمشيو نتسخروا، دابا غادي نرجع للكاميرا نشوف واش بصح خدا شي حاجه ولا لا. كيما شفتو رجعت للكاميرا لقيت عماد بصح نيت خدا مارشميلو. انا عرفت النقطه الضعف ديالو، يا اما هادي غياخذ يا اما غياخذ هادي. ساعه فاش عاودت الكاميرا لقيتو خدا هادي وزرب بالزربه. صراحه الوليدات كلهم الصغار ما كيقدروش انهم يصبروا قدام الحلوه، وهادشي اللي كاين والله الا تفرجت في ديك اللقطه وشفت ضحك تبعتي بالضحك. وعماد اش نقولوا نجح في الاختبار، واخا هكاك انا كنت كنقول له مسكين حنا عاد نديرو التحدي باش نقولو ساعة. وانا ايما تقولي كان غادي يدخلو انا صرت بالزربة. المهم حنا ملي كنا غندخلو هو صرت بالزربة ديك الساعة. برافو على ايمان، برافو. كيما شفتو نتمنى هاد لا فيديو ديالو ما ينال الاعجاب ديالكم، وكذلك لاول مره كيشوف القناه ما ينساش انه يضغط على الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو ان شاء الله كل جديد. وكذلك اللي ما عمره ما دخل الانستغرام ديالي انا غنخليه لكم هنا ولا هنايا، دخلوا تابوناو عندي كنحط لي فوتو زوينين، وكذلك كنشارك هكا الى خريجات ولا شي حاجه كنشاركها في الانستغرام. نتمنى هاد لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وعماد تشجعوا بلي لايك على هاد المارشميلو اللي كلا. ها هما يا بشرى. ها السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. هاجي ما كيماتش باين كدا مارشميلو. شوفوا دابا هو مشغول، ما كاينش دابا في هذا العالم ما كاينش مشغول. عجبني الحال، وكذلك عجبتني الفكره ديال هذا التحدي ديال الحلوه مع الاطفال، عجبني. شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه، واكيد ما تنساوناش باللايك ديالكم والدعم ديالكم مع فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.